بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد تألق اشرف حكيمي في مباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد وانفجار رياض محرز في مباراه سبورتنج لشبونه ومانشستر سيتي وتسجيل مو صلاح هدف لليفربول امام انتر الهدف الثاني، علشان نرجع بقى نتخانق مع بعض كده على مين افضل لاعب ومين فخذ العرب ومين الكلام الكتير ده. بص، الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كتير قوي، ان احنا كل واحد من حقه ان هو يفخر بابن بلده، بس مش من حقك انك تقعد تقلل من غيرك. يعني انا لما اتكلمت على ان حكيمي حط فيني في جيبه، ناس كتير قوي زعلت، قالت لك فين يا عم فينيسيوس اللي اتحط في جيب اشرف حكيمي؟ يا باشا، فينيسيوس ما كانش عارف يعدي من اشرف حكيمي ولا مره. اعترف بكده، مش تخسر اي حاجه. يعني ما اعترافك ان حكيمي قدم مباراه كويسه مش هيكون ضد ان رياض قدم مباراه كويسه قدام سبورتنج لشبونه. اعتراف ان رياض قدم مباراه كويسه ضد سبورتنج لشبونه مش هيقلل من ان صلاح نهى على انتر امبارح. الحاجات دي كلها ابجديات والنبي برو. فالموضوع مش موضوع ان علشان تعذر من حد لازم تقلل من التاني، لا، الثلاثي عملوا اداء مميز جدا، ورباعي كمان، لان احنا بننتظر تالق حكيم زي ياش. معنى انك تحب التالق لاي لعيب عربي ما فيهوش اي مشكله ولا في اي تقليل من ابن بلدك، بالعكس احنا وصلنا لمرحله يا برو ان احنا عندنا لعيب في ليفربول ولعيب في مانشستر سيتي ولعيب في باريس سان جيرمان ولعيب في تشيلسي، اللي هو احنا بسم الله ما شاء الله في اوج تالق الكره العربيه، فمش محتاجين ان احنا نقعد نقلبها خناقات بره. انا عارف ان الخناقات كتير، وعارف ان الكلام كتير، وعارف ان لما اللايكات كتير، بس بصراحه الموضوع مش مستاهل. نستمتع بما يقدمه الرباعي او الثلاثي حتى الان، نستمتع بكل حاجه هما بيعملوها، لان صدقني الفتره دي هي فتره ذهبيه في عصر الكره الافريقيه والكره العربيه في المحترفين. صدقني بعد 3 4 سنين لو ربنا ادانا عمر مش هنلاقي لعيبه زي دي تاني منتشره في انديه اوروبيه كبيره، لا حد بيمثل منتخب مصر ولا حد بيمثل المنتخب الجزائري، وقال دي بصراحه اشك فيها لان اللعيبه المحترفين الجزائريين كتير وبرضه اللعيبه المغاربه كتير. فبالنسبه لي انا كمصري مستمتع جدا بتجربه موسى صلاح لانها كانت تبدو الاخيره بالنسبه لي كمصري في اوروبا. ان شاء الله باذن الله نحاول نلم الموضوع يا جماعه، ونحاول نستمتع بما يقدمه اللعيبه كلها، ونحاول ان احنا ما نقللش من اي حد، نتمتع بس، احنا جايين نتفرج بس، انا جاي بتفرج على منتج يبسطني خلاص انبسط، ما انبسطتش خلاص ما اتكلمش عليه. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، لان المنتج لو بسطك اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك عادي، من حقك هنا تقول اي حاجه انت عايزها، بس اهم حاجه استمتع برو.